يحمي الحدود. مشاهدينا ومتابعونا الاعزاء، تواصلوا معكم من جديد مع انطلاقه تحدينا الرابع عشر ضمن انطلاقات هذه الفتره الصباحيه والمخصص للابكار الحقائق من مهرجان سيدي ابو خالد رئيس الدوله حفظه الله ورعاه، لاتابع البدايه وارصد المركز الاول. ضج من تاتي مع اول المراكز، محمد بن بخيت بن حميد بن برقان يقدم لنا ضجه لياتي مع صدارتي هذا التحدي. نينوى تأتي على مقدمة هذا التحدي، خالد بن حيدر بن محمد بن رحيمة يدفع بنينوى لتأتي مع أول المراكز. أما ثانيا أرى وأتابع الغزيل سعيد بن سليم بن علي العامري المغير لصدارة هذا التحدي. أما ثالثا وصل في هذه اللحظات، وصلت مكارم سيف بن محمد بن حمد الدرعي واصل وقادم مع ثالث المراكز. ورابعا وصلت شذا ليتقدم جمعة بن عبيد بن محمد الراشدي. وخامسا أرى الوصول من شعار الفلاحي ليدفع بوسام سعيد بن محمد بن سعيد الفلاحي. وسادس المراكز وصلت مرموقة محنى بن محمد بن محنى العامري واصل وقادم في هذه اللحظات. تدخلت الشاهينية ليصل شعار العامري، ليصل حمد بن سالم بن حمد بن يطبع العامري. وتحرك الضجة ليتقدم بن برقان من هناك في هذه اللحظات. محمد بن بخيت بن حميد بن برقان، وأتابع أيضا من وصلت تاسعا هي الذيبة سعيد بن مسلم بن طرشوم العامري. وعاشرا أتابع اللي وصلت اللي حضرت، وصلت طرايف عوض بن ناصر بن حمود المالكي. هكذا هي النتيجة، وهكذا هي المراكز العشرة الأوائل ذعناها عليكم بالوفاء والتمام. لأعود من جديد، أعود إلى الصدارة، أعود إلى الدرعي المغير مع مكارم لصدارة هذا التحدي، ليأتي مع أول المراكز في هذه اللحظات. سيف بن محمد بن حمد الدرعي، ولكن حذاري من الواصلة، حذاري من الشايبة القادمة في هذه اللحظات. أحمد بن سهيل بن صغير العامري قادم وواصل مع ثاني المراكز. وتحركت الغزيل سعيد بن سليم بن علي العامري مع ثالث المراكز. وأشوف الواصلة أيضا القادمة هناك هي شذا جمعة بن عبيد بن محمد الراشدي. ووصلت الأسماء، تقدمت الشعارات في هذه اللحظات. بسم الله وما شاء الله، وصل الخيالي ليدفع بنوف منصور بن ناصر بن علي بن سرود الخيالي يدفع بنوف. وأشوف التقدم أيضا من عمق الميدان ليصل شعار بن منال في هذه اللحظات، ليتقدم هناك من الجهة اليمنى. لكن أعود إلى المقدمة، أعود إلى الصدارة. الشايبة مع العامري غيرت إلى المركز الأول مع دخولنا للكيلو الأخير.
غير الكيل المثير يا ملاك ويا مضمرين. روح العامري روحت الشايبة أحمد بن سهيل بن صغير العامري وتحركت نوف ليتقدم بن سرود الخيلي مع ثاني المراكز. وأشوف أيضا وصلت الرباعة سالم بن سعيد بن منانة هلكتبي واصل وقادم مع ثالث المراكز. وتحركت أيضا سجا خليفة بن أحمد بن جمعة بن جبر السويدي. لكن أعود إلى الصدارة، أعود إلى المقدمة. روحت الشايبة روحت بالصدارة على صدارة هذا التحدي. تحركت نوف، تحرك الخيالي ووصلت هنا. من وصلت؟ وصلت انذار ناصر بن سعيد بن محسن الفلاحي. لكن 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 بسم الله وما شاء الله نوف يا نوف، واسمها من ثلاث حروف. روحت بالانتصار، روح الخيالي منصور بن ناصر بن علي بن سرود الخيالي. اهالي رماح مع الانتصار، منصور مشكور يا الحكماني مع هذا التضمير المميز. سلام تحية واحترام. ثانيا من وصلت مع ثاني المراكز كانت الشايب أحمد بن سهيل بن صغير العامري، وثالثا من حضرت هي انذار ناصر بن سعيد بن محسن الفلاحي، ورابعا سجى خليفة بن أحمد بن جمعة بن جبر السويدي، وخامسا شواهين ناصر بن سالم بن حبيب الهشامي. هكذا هي النتيجة. ليذهب الانتصار هناك مع نوف إلى أهالي رماح، إلى شعار الخيالي، شعار أبو ناصر منصور بن ناصر بن علي بن سرود الخيالي. من قد منوف بهذا العرض الرائع والجميل اللي تهديه هذا الانتصار والنقطة الثمينة في هذا المهرجان الكبير. ومشكور يا سالم الحكماني من قادها في التضمير لتذهب بالانتصار وتأتي بتوقيت وقدره. 6 دقائق 4 ثواني وتسعة أجزاء من الثواني. أما ثانيا كانت الشايبة أحمد بن سهيل بن صغير العامري، أتت في توقيت وغدرة 6 دقائق 6 ثواني 3 أجزاء من الثواني. وأما ثالث المراكز من حضرت هي انذار ناصر بن سعيد بن محسن الفلاحي لتأتي بتوقيت وغدرة 6 دقائق 6 ثواني 4 أجزاء من الثواني. ورابعا من تقدمت سجى خليفة بن أحمد بن جمعة بن جبر السويدي، من حضرت مع رابع المراكز وتوقيت وغدرة 6 دقائق 7 ثواني 3 أجزاء من الثواني. وخامس المراكز من كانت شواهين ناصر بن سالم بن حبيب الهشامي لتحضر بتوقيت وغدره 6 دقائق 10 ثواني 6 أجزاء من الثواني. تهانينا والناموس لجميع الفائزين.